ولمناقشة الأوضاع الميدانية في العراق ولا سيما في بغداد ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشط في التظاهرات الشيخ حامد الشمري، مرحبا بك معنا. مرحبتين، مساء الخير أخي العزيز أستاذ يونس، مساء مساء الخير الخيرات. عليك وعلى الرافدين أهلا وعلى بكم المشاهدين. شيخ حامد. ميليشيات مسلحة كما تابعنا اختطفت الشيخ إبراهيم وابن أخيه في بغداد، هل لك أن تطلعنا عما حدث للشيخ إبراهيم وابن أخيه وكيف تم الاختطاف؟ إذا تسمح. بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة أكتوبر الأبرار والشفاء العاجل سرحان الأطفال. تحية الإيمان والعيد لكل محافظات سائقة تحت الحق. أما بعد، فسؤالك مهم، وهذا هو أحد أبناء عمومتي. نعم. أحد أبناء عمومتي يوم أمس كان في المظاهرات وخرج من البيت. أثناء رجوعه إلى البيت يسكن شرق قنات، منطقة نسميها شرق قنات. نعم. أثناء رجوعه للبيت كانت هناك تنصب لهم سيطرات، هو معروف، هو الظلام التي تظهر في الليل، قتل الحياة مع كل فأني 24 ساعة متواجد تحت التحقيق، وأحد أعضاء خلفية الإعلام إن شاء الله حريصين على نقل كل الحقائق. نعم. شعبنا من خلال قناتكم المجاهد ولا كل العالم. وصلني الخبر صباح. نعم. وصلني الخبر ساحة التحقيق. فاتخذنا الإجراءات، اتصلنا بكم، اتصلنا بقناة الشرقية، اتصلنا بالأمم المتحدة، وإحنا ما عندنا غير الله سلاحنا ومرجعيتنا. والأمم المتحدة ما جاي تتخذ القرار الصائب تجاه الشعب العراقي وتجاه مسؤولية. نعم. هل توصلتم حتى اللحظة إلى أي معلومات عن المختطفين؟ لحد الآن ماكو، وعندنا مختطفين بعد، وعندنا اليوم أخت زهرة من الناشطات هم مختطفة. نعم. إحنا كل منظمات الدولية بالحفاظ على أرواح الثوار والمتظاهرين. من خلال قناتكم اليوم. أما بالنسبة لسؤالك، اليوم للأسف أثناء تواجدي في ساحة التحرير، نعم، دخلت أعداد كثيرة ومن بينهم ناس مندسين حاملين سكاكين وسيوف، واعتدوا على المتظاهرين بالضرب، وعدنا 16 إصابة. نعم. 16 إصابة عندنا حصلت، مع كل الأسف. يعني ناسنا متظاهرين أخي العزيز، أنا صوتي هسه على الهواء ويسمعون، وإن شاء الله أنقل الأخبار كما هي في العالم، أن متظاهري وثوار ثورة أكتوبر من 1/10 ولحد الآن منطقة ساحة التحرير تحتوي على عدة منشآت ودوائر حكومية ومصارف. لم يتجرأ أي متظاهر أو سائر في المساس بهذه الدوائر، بالعكس حافظنا عليها حفاظا، لأن نحن خرجنا لإصلاح بلد 16 سنة يعاني من الهدم والدمار. إحنا خرجنا من أجل بلد. نعم. نصلحه، من أجل الإصلاح. شعب عانى الأمرين من الظلم والحرمان خلال 16 سنة، وعندما ناشده. لكن كما هو واضح شيخ حامد، الحكومة لم تتعامل مع الجماهير العراقية والمتظاهرين سوى بالقمع والقتل حتى الآن. إلى ماذا تهدف؟ نعم. من خلال حشد عناصر الميليشيات هذه المرة واعتدائهم على المتظاهرين بهذا الشكل؟ شكرا على سؤالكم. الحكومة بكل وسيلة تريد تقمع المظاهرات وتنهيها. من خلال قناتكم نقولهم، اقسم لك بالله اخي العزيز، انا حضرت كل المظاهرات وكل الحراك
الحدث بالعراق ورفضنا هاي العملية السياسية، وأنا أحد رافضي مشروع الاحتلال، واليوم طلعت. أنا من 2011 وقبلها طلعت، 2011 2013 15. هاي الثورة العظيمة أخي العزيز شارك فيها كل أبناء الشعب العراقي وبكل شرائح، صغيرة وكبيرة، أمية ومتعلمة. صورة رائعة أخي العزيز لو أنت حاضر بيناتنا، صورة رائعة للشعب العراقي بهاي تثبيت هويته الوطنية عكس هؤلاء السياسيين اللي يجلبون الدمار والقهر والوباء والأمراض إصابة الشعب العراقي مع كل الأسف. وإن شاء الله راحين أقول لك أنا بالنسبة حرصت يوم أمس واليوم وأول البارحة، التقيت ب 220 شخصية وبكل الفئات العمرية، كلهم رافضين هاي الطبقة السياسية. احنا مشكلة وهذا يجعلنا شيخ حامد الشمري نتساءل عن دور العشائر وشيوخ العشائر في هذه الثورة. اطمئن، عندنا بجنوب العراق ابطال اصطدوا وانت جاي تتابع الاعلام انه الخلية خلية قاسم سليمان والخط الايراني وليدياته، هاي الثورة راضتكم. حركة شيوخنا الابطال بالجنوب عبروا عن عراقيتهم وعن عروبتهم بكاملها اخي العزيز، ومن خلال قناتكم احنا نوجه، احنا حرصنا على كل شخصية وطنية نريد نخسرها، لان هذول ثروة الوطن والامة ان شاء الله. احنا نريد نحافظ على رجالنا وعلى عشائرنا وزعمائنا وقبائلنا. انتم صحيح قبل فترة سمعتوا لقاء بعض من شيوخ العشائر، وذولا ما يمثلون العشيرة اخي. انا باسمي جاي اقول لك، باسمي ونيابة عن القبائل العربية بالعراق، ذولا ما يمثلون الا عن وجهة نظر احزابهم ومصالحهم. على ذكركم الشيخ حامد، لقاسم سليمان الذي تواجد او ربما هو متواجد او موجود الان في العراق، على ذكركم بهذه الشخصيه، الشعب العراقي يطالب ب يعني خروج ما يسميه بعض المراقبين الاحتلال الايراني للعراق، وهذا التدخل السافر في شؤون العراق منذ سنوات طويله حتى الان. ان شاء الله اخي العزيز اشكرك استاذ يونس. احنا بالنسبه صدرنا بيان من ساحه التحرير، زين قلنا وجود قاسم سليماني بس هو سبب الحكومه العميله في بغداد، نحمل الحكومه العميله في بغداد بفتح المجال لقاسم سليماني وغير قاسم سليماني. احنا رافضين التواجد كل الدول مع احنا كل دول الجوار نرفض تدخلها، هل يتركوننا بشأننا. العراقيين ان شاء الله عندنا كفاءات وعندنا اكاديميين وعندنا ناس فضات وعندنا شخصيات وطنيه مظاهره بسبب الاحتلال الايراني والامريكي للعراق. نعم، لان هم جابوا للعراق الناس الرديئين، الاحتلال يجيب لنا الرديئين. اطمئنوا ان شاء الله شعب العراق ينهض من جديد ان شاء الله وشمسه تشرق بالوانها الصقر. شكرا جزيلا لك الشيخ حامد الشمري الناشط في التظاهرات في ثورة تشرين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.